اليوم عندنا حلقة جديدة من تشكيلات أربع دقائق وعندنا ليجند جديد توه منزلينه. مين هو؟ حن براويكم. موقع يجي بولت مسوين لك خدمة جديدة يوصلون لك 100,000 في دقيقتين بس، يعني أسرع موقع في تسليم الكود. وفوق كل هاي مضمونين وعندهم دعم بالعربي. الرابط كود الخصم وطريقة الشراء في الديسكريبشن. السلام عليكم، معكم اخوكم عبد الرحمن، واليوم عندنا حلقه جديده من تشكيلات اربع دقائق. طبعا نفس ما قلت لكم، اليوم عندنا ليجند جديد تو منزلينه، واللي هو شفاينشتايجر الاسطوره ليجند بس بطاقه برتقاليه. طبعا وايد استانست اللي شفت انه اخيرا بدا يلعب ويا مانشستر مورينيو، خلوه يلعب صدق مو في الدوري بس في الكاس وهاللون، بس بعد لعب وحصل بطاقه برتقاليه. يعني ما تدرون يمكن هاي تكون اخر بطاقه مطوره له في اللعبه، ما تدرون يمكن عادي هالسنه والسنه اللي بعدها يقول خلاص بعتزل او شيء كذي. طبعا غيرت مركزه وخليت هوك، حطيت عليه هوك عشان تزيد السرعه، يزيد الشوتينج ويزيد الفيزيكال عنده. باقي الطاقات ممتازه، 80 دفاع، 80 دربل، 86 باسات، 81 تشوت، يعني حق لاعب نص ممتاز ما عدا السرعه هاي البطيئه. اذا بفتح باكج 15,000 لازم لاعب مو من نفس الدوري او نفس الجنسيه. وبسم الله نشوف مو بوك اوت ولا شرارة عودة ونحصل تيدم الماني ما بقدر استعمله، بندر الارودي. اوكي فيسشك مارشال اسمه من الدوري الالماني وجنسيته بولندي فبقدر استعمله، بس لازم احط بالي ثلاث دوريات مختلفة. اذا خليت اللاعبين في التشكيلة وحين بفر بفر وبفر بنستعمل هذه التشكيلة اللي هي 4-1-2-1-2. يلا اربع دقايق، 1-2-3 بدينا. انزين شنو اقدر اسوي؟ خلنا نشوف. شفاينشتايجر هني ممكن خليه نشوف من الدوري الالماني. نبتدي بالدوري الالماني لانه هو الماني. من عندنا في النادي؟ عندنا امبولو، هيرمان يمكن يساعدنا، اوه ديمبلي، لا فرنسي صح. هل عندنا احد من دورتموند في نفس الوقت الماني؟ خلنا نشوف، يعني عارفه رويس ذيك الجهه. بس خلي كونسبت في دورتموند. هل عندهم غير دمبلي؟ يعني اللي عارفه يلعبون دمبلي دي الجهة. زين خلي ار ام، لا كأنه ما عندهم، اضطر اسوي شيء او طريقة عشان الكيمستري. المهم اتوقع بلعب دمبلي هني. زي حياك دمبلي، أو لا بخلي احد الماني بس هو ضيعت وقت على هاي الجهه، دقيقه كامله على هالجهه بس. يلا بسرعه 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 بسرعه، عندي بخلي هيرمان يلا. زين وبعدين ندور احد من نشوف من عندنا اتوقع بارترا، بقدر اروح الدوري الاسباني بهالطريقه او اي بارترا. زين هني خلينا نخلي احد بعد كذي، روديت اللي تونا حصلنا باكج ممكن يفيدنا. هني مين اقدر خلي، اوه جاتني فكره. في ناس كانوا يقولون لي فابركة الحلقة اللي طافت، سامحوني بحرق عليكم، اذا ما شفتوها لا تطلعون الحين، خلاص سكوا عينكم وروحوا تشوفوا الحلقة ذيت. زين حياك هني فيرست اونر شاب، لا تقعد تقول لي فابركة كل تبن. زين خلنا نشوف الحين شنو نقدر نسوي هني. اي اتوقع عندي ايبرا بس عارة، يعني خليني الأمانة ما أحب إبرة، ما بخلي إبرة عشان ما أحد يتحلطمني يقول لي بعد حليت لاعب عارة لو سويت كوكسل ما يجيب سعر أو شيء. خلي راشفورد. زين راشفورد حياك الله، اللون كبسر كامل. هاي دوريين حاليا، دوريين بس. شنو أقدر أسوي هني خلا أشوف، باقي دقيقة ونص. زين هزل لو خلينا نشوف الماني، من عندنا الماني في النادي؟ بدون رويس، ما نبي رويس، نبي دوري ثاني. ما عندنا الماني. زين انجليزي لا، ما ينفع دوري انجليزي. مين بعد اقدر اخلي؟ ممكن اخلي مارشال هني وهني بس اضبط الهذي. اي اتوقع هاللون اضبط. مارشال بس كأني حاطه الاف فلازم اغير مركزه. ثاني مارشال وباقي 55 ثانيه. هالطريقه ضبطنا الكيمستري هني وهني وهني. هني نبي شخص الماني عشان يشبك وياهم، عشان يشبك ويا رودي طبعا. يعني
مصطفي لا الدور الانجليزي هوث له الدور الانجليزي هاي كل الدور الماني او انجليزي وهي دور ثانية شنو اقدر اسوي مشكلة هاي ما بحصل كمستر كامل لازم احد الماني خلنا نشوف مين في مدافعين المان مو من الدور الالماني او الانجليزي وعندنا 17 ثانية بسرعة 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 يلا عهد اي حد ثاني اي حد ثاني روديجر 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 حلو 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 خمس ثواني بسرعة اي حارس من دوري اي حد نوير فحين بحط مكان الحارس ومكان الالبي ناس برونزيين لان ما حطيت نوير في الوقت برونز واول واحد يطلع لي هو اللي بختاره وهو هورن يلا مو مشكلة اول حارس الماني يطلع لنا انت ما ادري من اي دوري هذي بس يلا بعد خلينا في النادي اتوقع الكيمستري منضرب صوب الدفاع صصج انا منضرب من جهة الكيمستري بس بغير مارشيال والباقي تمام اتوقع زين يا جماعة فهاي الفريق النهائي ناس ما تشوفون عندنا بوجبا وشفانشتايجر هجوم قوي يعني وغالي في نفس الوقت نروح حق الدفاع دفاع سيء ومنضرب من الكيمستري وغير هاي عندي حارس برونزي وستة كيمستري فما بستقبل وايد اهداف لان كل هدف معناته كوكسل وهالمرة الكوكسل بسوي لايف على انستغرام فتابعوني على انستغرام عشان يطلع لكم اول ما ابتدي لايف او شيء المهم الحين بدش مباراة ودية مو فوت تشامبيونز مو سيزونز مو اي شيء ثاني مباراة ودية اول خصم يلا اوكي فريق ايطالي وايد قوي دفاعه نص قوي بعد نفس الوقت وهجومه ديبالا مارشون ما اعرفه في اللعبة وايد يسجل علي وبطرق غبية يطوفني ويسجل علي فان شاء الله هالمباراة تكون شيء مختلف وما يصير هالشيء حلوة خلص اي عليك يا بوغبا مشت ويانا كنت بخلصها براشفورد وردت لي باللوبة حق بوغبا وخلصها الحمد لله اللي انا ابي حاليا اسجل وايد من البداية فاللي ضدي يطلع لان عنده فريق قوي نفس ما قلت لكم ديبالا ما عارف له لا يجرب ديبالا لا يجرب حارس برونزي لا تخلونه يشوت حلو بارترا حلو رودي خلص يا بوغبا لعب عليهم رودي طاف ولعب باس ولا احلى حق بوغبا غريب والله المستغرب انه قاعد يعدي يطوف رودي حلو لا 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 لا, لا. ان شاء الله يطلع الحمد لله طلع اول خصم طلع فما فيها كوكسل الحمد لله المباراه الثانيه اخيرا لقينا خصم وان شاء الله ما تعلق الشاشه اوف 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 اوف, أوف. لا 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 وابي ما استقبل اهداف بعد مع وجهي ان شاء الله بس بوغبا ما يروح شي يصير روبرتو كارلوس الحين عادي لو شوت من هني خلاص تدخل على حارسي لا 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 لا, لا. حلو صدها حارسي مره شلون صدها حلو رودي خلص لا والله رودي خرافي اول مره اجربه بس خرافي يعني بيل ويا الظهير البطيء ويا الحارس البرونزي صدها يا ناس ذبحني هو ضاغط علي ذبحني لا 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 والله انا محظوظ هاي المباراه جدا محظوظ المفروض حاليا اكون خسران 3-0 2-0 ما شت ولا شوت على الجول شوتي واحده كانت برا وضاغط عليه طول الشوط صراحه اقول لكم المفروض غالبني 2-0 3-0 بس الحمد لله ان شاء الله اتبع على هالنتيجه او اسجل جول تخلص المباراه 1-0 او شيء كذي شفايني خلص اوف لا وصلت له الصراحة باللوبة نوعا ما وصلت له باللوبة يعني على الفرص اللي كانت عندها يمكن أخذ فرصة وسجلها أما ذلك الفرص انفرادات مارشن كان يضيعهم المهم 1-0 معناته كوكسل واحد لا 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 ضاعت والله عبالي جول مارشن ضيعها كانتي أقول لكم يمكن أمي دعيت لي حق هالجيم أو شيء كذي يعني ولا وايد فرص قاعد تضيع ولاعبين قواي مارشال غريزمان بيتيت روبرتو كارلوس يعني بس اوكي خلاص لا هاي جول ما ضيع خلاص ليه متى بيضيعون الفرص يعني سجل جولين معناته 2 كوكسل
حلوة. بوم. لا 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 أنا كنت بعدها بستهبل، كنت بيها قبل لا تنزل أحاول أشوتها على الطاير يعني. أوكي خلصت المباراة 2-0. المباراة الأولى فزنا فيها، المباراة الثانية خسرنا فيها، فحين معناته لازم أروح أخلي الأسامي في الدوامة والمراكز في الدوامة، وبيكون عندنا 2 كوكتيل بروح أصورهم لايف بعد في نفس الوقت في إنستغرام. فحين أنا لايف وحين قاعد أصور الحلقة، يلا حطيت المراكز، نبتدي بأول مركز. بسم الله إن شاء الله مو الكم، بس الأم أخ فيها قيمة، ترى فيها قيمة يعني. بس الحمد لله مو الكم، الحمد لله مو الكم. طبعا ما قاعد أقول أسامي عشان ما أحرق عليهم في اللايف، أحرق عليهم الفيديو. اللي بعده بسم الله بسم الله بسم الله. البي 15 15 ألف، ففيها سعر يعني. سوينا كوكسل والبي أكاب بكل سهولة نسويه كوكسل. المهم ان شاء الله عجبتكم الحلقة، اتمنى ما تقصروا معاي، خصوصا ان قريب نوصل حق المية ألف تقريبا، يعني يمكن ما باقي الا 1000 متابع نوصل المية ألف. المهم اذا عجبتكم الحلقة اتمنى ما تقصروا معاي بزر اللايك السبسكرايب، ونشوفكم بحلقة ثانية.